مرات يشكون بحسين المرياني انه هو ما اعرف شو اقول شلون يشكون بيشوف مؤمن يشوف مو ضرير لا هي المفردة المفردة الله عز وجل ذكرها بالقرآن فهو ماكو ادب اعلى من الخالق صح لا مو صحيح صح فهي هاي الكلمة المفروض تكون قمة الادب يعني تقبل يعني أنا والله لك لا ما بيها يعني انت عندك بصيرة وبيك البركة أبداً شوف هو الكمال لله صح والكمال من الذات الناس اللي يؤمنون اللي يؤمنون بالمظهر راح تهمهم هاي الأشياء صح واللي يؤمنون بالجوهر ما يهمهم أي شيء مهم بالمظهر الخارجي أتمنى يا حبيبي يا حبيبي فدوى لعنك الله يعطيك بصيرة أتمنى تكون بدون قيود يا سيد الفاضل فدوى أروح لك سلمك فدوى أروح لوجهك يا حبيبي فدوى لعنك ناس تشوف بعينها لكن القلب مالته أعمى لكن أنت نعم. قلبك متفتح ومبدع وصاحب كم هذه القصائد الجميلة والله العيون لو كل شيء كان صدق انشاف بيهن إيه صح ليش يقولون مرات يشوف حسين المرياني والله هو الشكوك موجودة إيه هي الشكوك شو المواقف اللي خلتهم يقولون يمكن يعني هسه هم يعني ما أعرف بس خافت نحسب من باب الغرور إحساس؟ لا مو بس هذا هو الإحساس موجود والفطنة ولكن يا سيدي الكريم الإنسان إذا ما يكمل بعين نفسه ما يكمل بعين الآخرين صح أنت اليوم إذا ما واثق من نفسك وما كامل بعين نفسك ما ممكن تترس عين المخرج وتكمل بعينه فيمكن لأن أنا عايش الكمال من داخلي يجوز الكمال لله صح بس يعني قصدك كمال الحواس صح إنه ما جاعلهن عائق ولا مفكر بيهن يمكن تخلي العالم تحس هيك